مش كتر شيء. أسامي ما روحوا منا، روحوا من عليك الجدين، ما روحوا منا شيء ما عايزين. حنا درنا وقفة احتجاجية، وقفة سلمية لنوصل للتظلمات نتاع حوالي أكثر من 200 شخص ضحايا الأصيل، وكالة التعاونية العقارية الأصيل. حنا أول حاجة الأرض هذه اللي راهنا واقفين من أجلها، فيه كان فيه اجتماع الوالي سنة 2012 أو 2011 أعطى أمر لتسوية العقود العرفية كلها. كاين محضر اجتماع مسني فيه، هذا المحضر الأول، محضر اجتماع سني فيه السيد رئيس البلدية، بلدية المجلس البلدي لبلدية باتنا، السيد ملاخ سعلي، هذه الأولى. الأمر تاع الوالي وش ينص؟ ينص على تسوية جميع العقود العرفية. النقطة الثانية، كان فيه محضر اجتماع أو محضر اتفاق بين رئيس الوكالة العقارية الأصيل والسيد بومليط سعيد، أو حاضر ونقدروا نجيبوه يشهد في القضية. وكاين الأخر بن علجية، السيد بن علجية راه أو معروف على مستوى ولاية باتنا. هذو في الاتفاق واش ينص؟ ينص أنهم يتنازلوا على قطع أرضية، باش الاتفاق هذا يقول كل واحد يتنازل، بن علجية يتنازل، والأصيل يتنازلوا، والسعيد بومليط يتنازل، مام أصحاب العقود العرفية يتنازلوا. اللي عنده 500 المهم اتفقوا انه حتى عندك 1000 تدي 150 متر، 150 متر كاري، 150 متر كاري. مام حنا قبلنا بهذا الاتفاق بهذا الاخر ودرنا تنازل. المرحله اللي جات عيطوا لنا في 2012، جينا للوكاله الاصيل بحضور السعيد بومليط، داروا لنا واش داروا لنا؟ داروا لنا منح قطع ارضيه. لا لا مازال هذيك الثانية، القطع الأرضية منح قطعة أرض 150 متر لكل واحد اللي عنده أكثر من 200 متر. وزادوا الدول داروا التزام، الأصيل اللي دارتها التزام بتسوية الوضعية عندما يتحصلوا على التجزئة، رخصة التجزئة. سمعني جيتكم الأحداث غير بشوية. في 2018 عندما خرجت التجزئة واش صرا؟ هنا وقع التحايل والنصب والاحتيال، بواسطة ولاو يبتزوا فينا. اللي عنده 150 قال له تدي 100، سكتت جماعة، ومن بعد قال لك تدي 80 متر. كاين الناس اللي قبلت، كاين الناس ما قبلتش. قال انا مداير معك، مداير التزام وداير عندنا منح قطعة أرض 150، أعطينا 150، باش كان حنا تنازلنا حنا. واش صرا؟ هما كيما بواسطة رخصة التجزئة داروا أن بلون جديد سويت رخصة التجزئة. واش صرا؟ داروا أن بلون جديد، معناها فيه لي نيميرو جدد، مام اللي عطاونا في الرخصة في الالتزام ومنح قطعة أرض بالتجزئة القديمة اللي باتنا. وبالتالي عندنا احكام، حتى احكام من طرف المحكمه، وما قدرش الويسي باش ينفذ. علاش؟ الارقام غير موجوده، باسكو الارقام تم تبديلها بالبلون جديد. وهميه. وهميه، لا لا ماشي وهميه، كاين بلون جديد، مخطط جديد داروه سويت التجزئه. معناها الارقام اللي عندنا ما كانش، مام كي يجي واحد ينفذ ما يقدرش ينفذ. لهذا نطلب السيد، احنا المطلب نتاعنا يعني بما ان السيد الوالي هو المسؤول او الرئيس على مستوى ولايه باتنا،
نطلب التدخل نتاعو ونطلب فتح تحقيق واستدعاء السيد بن علجية والسيد بومليط سعيد ولا ممثل خاطر ماشي مقلاتي ربي يرحمه، احنا نقولوا ربي يرحمه، كان الممثل تاعو كيف اسمه؟ حسن عالية. حسن عالية هذا واش كان؟ لإنصاف الآخر، وحنا احنا هذا هو المطلب نتاعنا، تدخل السيد الوالي لإنصافنا.